على مدار شهر كامل كانت سلسلة الزلازل التي تعرضت لها سوريا وتركيا هي حديث منصات التواصل الاجتماعي والمستخدمين، فالكثير والكثير من اللقطات الإنسانية واللقطات المأساوية تم تداولها خلال هذا الشهر. وعلى الرغم من طول هذه المدة إلا أن المستخدمين ما زال حديثهم عن تداعيات هذا الزلزال. فمثلاً كيف يغفل رواد منصات التواصل قصة إنقاذ حصان قضى 21 يوماً تحت الأنقاض في تركيا؟ والغريب في الأمر أنه خرج دون إصابات وبحالة جيدة. لنتابع. بسم الله بسم الله. depremin 22. günü 21. günü. şükür bir hap sağ salim. yavaş yavaş barandan ne işine? şu hayvan بسم الله بسم الله. depremin 22. günü 21. günü. şükür bir hap sağ salim. ومن أكثر المقاطع المتداولة خلال الساعات الماضية كان مقطعاً مصوراً تظهر خلاله صخرة ضخمة تحركت بفعل الزلزال وانشقت لنصفين بعدما استقرت فوق أحد المنازل التركية. لنشاهد. أهل هذا المنزل المنكوب أكدوا أنهم غادروه ويعيشون الآن في خيام، مؤكدين أنهم ينتظرون دعم دولتهم من أجل إزالة تلك الصخرة، وبدون ذلك لن يتمكنوا من العودة إلى منزلهم أو إصلاح الدمار الذي لحق به، مشيرين إلى أن الصخرة إذا انزلقت من فوق هذا المنزل ستدمر القرية بأكملها. وعن تداعيات الزلزال المدمر أيضاً تداول المستخدمون مقطعاً مصوراً لحفرة عميقة في ولاية كونيا في وسط تركيا تسببت في ذعر وخوف بين سكان المنطقة، خاصة أن البعض ربط بينها وبين حزمة الزلازل التي ضربت تركيا مؤخراً. لنتابع. ونذهب من تركيا إلى لبنان حيث تم اكتشاف حفرة مماثلة في المنطقة الواقعة بين بلدتي ريحة وبرقة في قضاء بعلبك بلبنان، ويزيد
عمقها على 12 متراً، ربطها البعض بالهزات الأرضية التي تعرض لها لبنان، وقال عنها محافظ بعلبك والهرمل بشير قدر إنه تم الكشف على تلك الحفرة لمعرفة ماهيتها، مؤكداً أنه لن يتم ردمها قبل الكشف الفني الدقيق عليها كي لا يسقط فيها أحد. لنشاهد. وأنت عزيزي المشاهد شاركنا عبر حساباتنا على منصات التواصل الاجتماعي بأكثر اللقطات المتداولة لتداعيات الزلازل الأخيرة.